اكلمك على تول تانية اللي هي البراش تول. احنا اتفقنا قبل كده عشان نجيب تول يندوس الرقم السيمبل بتاعها البراش تول هي البي، وعشان نسويتش ما بينها وما بين اللي معاها هندوس شيفت وبي. طيب ايه اللي مع البراش تول؟ البراش تول معاها تولز تانية اللي هم البنسل تول والكالر ريبليسمنت تول. طب احنا دلوقتي هناخد البراش تول وهوريك شوية اوبشن من بتوعها. احنا شفنا البراش تول واشتغلنا بيها كذا مرة قبل كده مع الماسكس مع المودز، تمام، وعملنا بيها كذا حاجة. طيب لسه ما تعرضناش للاوبشنز بتوعها. اول حاجة حجم الستروك بتاع الفرشة او حجم الفرشة نفسها. حجم الفرشة انت من هنا ممكن تروح تغير، تمام، حجم الفرشة، اوكي. وفي حاجة تانية شورت كات ممكن اعلمهولك، ان انت بمجرد ما بتدوس على الدال او الجيم حجم الفرشة بيزيد 10 بيكسل. يعني كل مرة بكليك بيزيد 10 بيكسل. يعني انا دلوقتي عند 60 وهكليك كوادراج، ادي اللي بيحصل. طيب لو عايز اصغرها جيم رجعتها لي عند 20. البراشز ده شغلها بس؟ لا، في شغل كتير جدا للبراشز. تعالى اوريك كل دول براشز موجودين عندك، تمام. عشان نشوفهم كويس احنا كنا شفنا قبل كده مودز اللي هو الشكل ده، مجرد ما بنكليك على الارو اللي موجود بيورينا الشكل اللي انت هتشوف بيه البراشز بتوعك. كنا شفنا الموضوع ده مع الباترنز ومع الجريدينت تول. احسن مود تشوف بيه البراشز بتوعك اللي هو الستروك ثامب نيل، لان هو بيوريك شكل الفرشة وهي بيرسن بيبقى شكلها ايه، او سحبة الفرشة شكلها ايه. ادي الاشكال اللي موجودين عندك، تمام. منهم اشكال ما هيش ريجولر خالص زي ده مثلا، تمام، اوكي. انا هعمل كنترول واي وهديليت وهبتدي ارسم تاني بالفرشة، تمام. برضو الفرش مش كلها لها يعني مثلا لو رحنا على دي بيقول لك انت ممكن تغير نسبة الهاردنس بتاعها، اوكي. يعني لو رحت دلوقتي غيرتها 50% وعملت كليك تاني هلاحظ ان هي بتملى لون خفيف شوية، تمام. لو عملت كليك واحدة، لو عملت كليك ودراج هلاحظ ان في لون خفيف هي بتبتدي وبتنتهي بيه وبتدرج في النص ما بينهم. حاجة تانية برضو ممكن اوريك مود تاني، مش كل الفرش بتشتغل زي بعض. يعني مثلا انا لو اخدت الستايل ده اللي هو ورق الشجر ده، بص بمجرد ما بكليك بتعمل كذا ستروك مش مرة واحدة، اوكي. يعني كليك كوادراج كليك كوادراج، هعمل ديليت، انا عامل ديليت وانا عامل سيلكشن، ها، اوكي. إيه لو غيرت مثلا الحجم بتاعها وابتديت اسحب بيها تحط لي ورق شجر، درجة الوانه مختلفة عن اللون الاصلي بتاعي، تمام. ولو غيرت الفيل بتاعي لحد 100 هشوف حاجة تانية، ان الفيل بتاعها بقى مختلف شوية. فانت عندك دلوقتي اي برش فيها ليها بليندنج مود وليها اوباسيتي وليها فلو. طيب تعال اوريك برضو حاجة تانية عن البرشز. هوريك مثلا البرش اللي هي ورق الشجر بتاع كندا ده، بص كده، بص اللون التاني اللي اتضاف. طيب انا هعمل كنترول هعمل ديليت وابتدي هعمل ستروك واحده بس وانا ماشي، اوكي. في لونين اضافوا مش لون واحد، اوكي، وهي بتشتغل راندم زي ما قلت لك.
يعني انت مش عارف الستروك بتاعتك هتحصل فين. اوكي برضو تعالوا نكليك على الايرو ده، وتعالوا نغير الستايل بتاع الفرش لستايل تاني. تعالوا ناخد مثلا الستايل ده ونكليك. الرسالة دي بتقول لك انت قدامك حل من اتنين. اول حاجة ان انا اريبليس الست الجديدة من البراشز بالست القديمة، ولا ابنت اضيفها عليها. لو هقول له اوكي انا هريبليس، اوكي انا عملت كده ريبليس. ادي البراشز الجديدة بتاعتي، نقدر نشوف الشكل بتاعهم ونقدر نشوف شكل الستروك بتاعنا. تمام، مثلا لو اخترنا واحدة منهم اللي هي الاكسس دي، بمجرد ما ببتدي بسحب بتطلع لي الشكل بتاعها، وزي ما احنا شايفين ان هي بتحط درجتين للون مش درجة واحدة بس. تمام، او اللون، وبتقلل التشبع بتاعه الساتيوريشن بتاعه. تمام، لو اخترنا براش تانية مثلا زي دي، اوكي زي ما قلت لك البراشز مع التعديلات التانية هتفاجأ بتغيير جامد جدا. تمام، رجعت للستايل بتاع فرش عادية خالص اللي هي البيزك. اوكي ده برضو ستايل الفرش، بس الفرش الزوايا بتاعتها حادة شوية. دلوقتي انا هعمل ديليت، وحضرتك وراك دلوقتي تعمل الاتي: تفتح ايمج جديده مش شرط تسيفها حتى، وابتدي اشتغل عليها بالبرش، واشوفك الدرس الجاي مع حاجه تانية. قبل ما نمشي انا عايز اقول لك برضو ان احنا نقدر نريست البرشز بتوعنا الشكل الاساسي بتاعهم. هقول له اوكي، هرجعهم لي زي ما كانوا، عبارة عن تنويع ما بين البراشز وبعضها. تمام، وخليك فاكر احنا اتفقنا على الدال والجيم بيصغروا حجم البراش. اشوفك الدرس الجاي مع حاجة تانية.